أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لمن يرقي من به مس أن يضرب الجني لكي يخرج، سواء بعد الرقية أو أثناءها؟ إذا تحقق أن فيه مسا من الجن ولم يخرج فله أن يضربه، لكن لازم يكون هذا على يد إنسان حاذق وعارف بأحوال الجن وأحوال المصروعين. هم كل واحد يجيب له عصا ويضرب المسكين هذا، ربما أنه ما فيه جن، ربما أنه ما فيه جن، مريض. هم كل مريض يصير فيه جن، تجيب لك خشبه وتضربه. نعم.